كنتوا مع بعض من الأول؟ يعني كل الخلافات اللي بينكوا دي كانت تمثيلية؟ مشاكل البنا ما كانتش تمثيلية ولا حاجة. عمر ما كانش يعرف أي حاجة لحد ما أنت فقت من الغيبوبة. لحد اليوم ده أنا كنت الوحيدة اللي عارفة إن أنت اللي قتلت معتصم، وكاتمة في قلبي وساكتة ومش عارفة أعمل إيه. بعدين دخلت في غيبوبة، قلت الحمد لله خدت جزائك. بس لما اتصلوا بيا وقالوا لي إنك فقت، انهارت، مبقتش عارفة أعمل إيه. عمر كان معايا فحكيت له على كل حاجة. طب هي وكانت بتحبه؟ وأنت؟ أنا ما شفتوش في حياتي غير مرتين، بس أنا بكرهك أنت يا أخي، بكرهك قوي، لأن عارف إن سلمى بتحبك. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بقول إنك بتحبيه، أنت بتحبيه يا سلمى، بتحبيه وعشان كده عايز تخلصي منه. أنت مش عارفة تنسي معتصم، والفترة اللي فاتت قربت أكتر من يحيى. لولا الملف بتاع وسام، هو الوحيد اللي خلاكي تكتشفي إن الراجل الوحيد اللي قدر ينسيكي معتصم هو نفسه اللي قتله. طبعا خلاص بعد كده ما قدامكيش غير الاستبن، ما قدامكيش غير انا. موتي بنتي الوحيدة؟ ده أنا ضحيت بروحي علشانك. اترميت في المستشفى بين الحياة والموت عشانك. عارفة، عارفة يا يحيى، وكنت بدعي ربنا كل يوم إنك تموت عشان أنا أرتاح، بس أنت فوق. فقت يا يحيى عشان أشوفك كل يوم أتعذب أكتر. صدقتيني؟ صدقتي كلامي؟ عرفتي دلوقتي إنك لسه بتحبيه؟ لا لا هو إيه؟ لازم تموت شافت أبوه وهو بيقتلها؟ لا لا